دفاع التهميش. وختاما سيد الرئيس، أقف في موضع الملتمس من الهيبة الموقرة، وفي عنقي أمانة تحملها نبي الله يوسف. إنها أمانة مال مصر يا سيد الرئيس، مال مصر وقوت شعبها، مال مصر وأمانة إعمارها، مال مصر وقاهرتها الجديدة، بنيتها التحتية وامتدادها لعاصمتها الإدارية، مستقبلها يرتجف خوفا، وخزائنها تنتظر دعما، فإما مليارات بالحق ترد، وإلا فسادا مستشريا يمتد، يمتد بفلات الآثمين من العقاب، يمتد بأن ينقلب العدل على الأعقاب. نستحلفكم يا سيادة الرئيس بمعاناة ذلك الشعب وضيق ذات اليد، أن تستردوا لمصر مالها، وأن تضعوا نهاية لفعلة المتهمين وفحشها. ردوا لنا منهم ما أخذوه بالحرام، ضعوهم في غياهب السجن سنينا وأيام، فإن كان في فعلتهم خير فخلوا سبيله، وكيف يكون الخير وقد كشف عنهما ستره. ظلوا يمارون بالإفك 10 أعوام وتنعموا بربح المال الحرام، ظلوا يمارون بالإفك 10 أعوام وتنعموا بربح المال الحرام. فبحق مصر سجنكم لن يكون كافيا، ولن يكون رد المال أضعافا مضاعفة للحق شافيا، بل أن وأد الفساد نفسه هو الدواء، نؤتي عليه بقضاء عادل يوقع أشد العقاب. فلا هوان في مال مصر، ولا هوان في حق مصر، فمعاناة شعبها نصب أعيننا، وصبر شبابها ذيل في أعناقنا، يعلمون أن في الصبر حياة، وغد ملئ بالأمل والنجاة، نجاة من المتهمين وأمثالهم، نجاة ممن أضل الله سعيهم. فالغد المأمول عنوان حكمكم، اقضوا به غليظا يا قضاة مصر نهاية لفسادهم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، وأفوض أمر دعواي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وشكرا سيد الرئيس.